فنقف اليوم بحول الله عز وجل مع بصائر أخرى من بصائر اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سمى الله عز وجل الفئة المؤمنة الذين أنعمت عليهم، وجعل النعمة مقابل الغضب، غضب الله نعوذ بالله من غضبه، وجعلها كذلك مقابل الضلال، فالضلال ضد النعمة والغضب ضد النعمة. فتحصل إذن بالاستنتاج أن النعمة رضا، لأن المغضوب عليهم غير مرضيين، فالغضب ضد الرضا، فالذين أنعمت عليهم فيها معنى الذين رضيت عنهم رضا. ولا الضالين، الضلال ضد الهدى والهداية. فتحصل إذن أن من معاني النعمة الهداية، فأنت إذن إذ تسأل ربك أن تهدى الصراط المستقيم وأن يهديك إياه ويثبتك عليه، فلأن به تنال رضا الله، ولأن به تهتدي إلى الله. كثير من الناس يريد أن يصل إلى الله وتتعدد الطرق بين يديه وتختلف فيضل، ولكن الله عز وجل إذا هداك الصراط المستقيم فمعناه أنه أراك وجه الحق حيث هو، فسلكت إليه قاصدا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه إذن أنعم على هذه الأمة المسلمة بما لم ينعم به على غيرها من اليهود والنصارى والمشركين أجمعين، أنعم عليها بالهداية، وهو كل مجمل الإيمان بمفهوم الإسلام، وهذا هو الأصل الأول. ثم أنعم عليها بعد ذلك بحفظ كتابها، لأن الذين ضلوا والذين غضب عليهم كان من أهم أسباب ذلك أن الذين غضب عليهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأضاعوا كتابه وابتلاهم الله بذلك، وما حفظه لهم إذ كانت لهم رغبة التغيير والتبديل والتحريف والتزوير فغضب عليهم. وأما الذين ضلوا فقد ضلوا أيضا بسبب ضياع كتاب نبيهم، ابتلاهم الله عز وجل بحفظه فما حافظوه، ولم يحفظه الله لهم فضاع، ضاعت الإنجيل، فضل النصارى عن الله عز وجل طريقا وقصدا. وأنعم الله علينا معشر المسلمين بحفظ كتابنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالنعمة الأولى إذن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الحق، دين الله الحق. ثم أنعم علينا بحفظ كتابنا على الدوام، ثم أنعم علينا بالشرط، الشرط، الشرط الذي إن حققناه حققه الله فينا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فجعل الله عز وجل قوة الأمة وانتصار الأمة قائما إلى يوم القيامة على شرط تحققه الأمة في نفسها، وهذه نعمة عظيمة. فلم يجعل نصر هذه الأمة بالمعجزات فقط كما كان أمر بني إسرائيل، فإنما نصروا بمعجزة الله حينما أمر الله موسى بأن يضرب البحر بعصاه، وكان ذلك سبب النجاة. ونصر المسلمون بعد ذلك بالتزامهم شرط الإيمان وكفى. وإنما تأتي المعجزة تأييدا وتسديدا وتطمينا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. وباقي الشرط مستمرا إلى يوم القيامة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي النصر حليف الأمة في معارك شتى، مع جيل الخلفاء الراشدين في معركة القادسية، وقبل ذلك في معارك الردة حينما خطب أبو بكر الناس في المسجد، إن الأرض كافرة، هكذا قال، يعني الجزيرة العربية أغلبها ارتد عن الإسلام، وما بقي مع أبي بكر والمسلمين في المدينة ومكة إلا حواشي، إن الأرض كافرة، وخاضوا حروبا شديدة، شديدة فعلا، وقد قتل يوم اليمامة
وهي معركة من معارك الردة، من القراء أزيد من 70 رجلا، والقراء آنئذ من الصحابة هم الفقهاء، ونصر الله عز وجل مع ذلك دينه في معارك الردة وفي القادسية وفي فتح مصر وفي كل الفتوح عبر البلاد الإسلامية، حتى المغرب، حتى الأندلس، حتى القسطنطينية في تركيا، ونصر المسلمين في حروب الصليبيين كلما التزموا الشرط، فإذا لم يلتزموه فلا نصر لهم. وبقيت الطريق واضحة لمن أراد النصر وقصده بنية صادقة، فإنه يعلم علم اليقين أن طريقه من اهدنا الصراط المستقيم وأن لا طريق له سواه. وكلما أخطأ المسلمون ذلك الطريق أخطأهم النصر إلى يوم القيامة. وهذا أمر من النعمة. لما من النعمة؟ لأنه جعل مفاتيح النصر بين يديك أيها المسلم. إن تنصروا الله بدكم ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن جندنا لهم الغالبون. إذن كن جنديا لله تكون غالبا بإذن الله. فهي إذن كليات كبرى من النعم. ذكرنا الإيمان وذكرنا الحفظ وذكرنا النصر، وكل هذه الأشياء آبدة مؤبدة إلى يوم القيامة مستمرة في الأمة. وحينما تدعو اهدنا تسأل الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء وأن يثبتك على ذلك، لا تبدل ولا تغير ولا تفتتن، إلى أن تلقى الله عز وجل مقبلا لا مدبرا، ثابتا لا مبدلا ولا مغيرا. اهدنا الصراط المستقيم، وفسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حينما جاءه صحابي فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، ذلك الذي تدعو ربك وتسأله إياه، أن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الإيمان والمستقيم. فطلب الهداية عليه إنما هو طلب استقامتك أنت، يعني أن يقيمك الله على الصراط، لأنك إذا أقامك الله عليه استقمت، لأن الصراط بطبعه مستقيم. اللي مشى مع طريق مقادة كيكون المشي ديالو مقاد، واللي مشى مع طريق ملوية شيء طبيعي أنه يكون المشي ديالو ملوي. فأن يهديك الله الصراط المستقيم يعني أن تكون أنت مستقيما، فلا استقامة لك بغير استقامة الصراط. ومن هدي إلى صراط غير مستقيم كان سعيه معوجا غير مستقيم، وأولئك هم الضالون. وكذلك من باب أولى وأحرى المغضوب عليهم. نعود إلى لفظة القرآن: أنعمت عليهم. إذن الإيمان نعمة، والحفظ نعمة، والنصر نعمة، وإنها لنعمة فعلا. ما معنى النعمة؟ النعمة منة ربانية ومنحة رحمانية، تفضل من الله، منة ونعمة، منحة هو يمنحنا ذلك سبحانه وتعالى. منة ربانية ومنحة رحمانية يجد المؤمن ذوقها وحلاوتها في قلبه تماما، كما تجد حلاوة الطعام والشراب من الطيب المباح حينما تتناوله على جوع أو عطش، تشعر وأنت تشرب الماء على عطش شديد بلذة عارمة لذوق الماء، وكذلك حينما تتناول لقيمات من الطعام مهما كان متواضعا وبسيطا تشعر من اللذة ما لا يشعر به الغني الثري الذي يأكل الأطباق الوافرة على تخمة، لا يشعر بلذة. فالنعمة الحقيقية إنما يذوقها المؤمن بالله عز وجل، والمؤمن بإسمائه الحسنى أي الموحد توحيد الربوبية الذين أنعمت عليه. الإيمان إذن نعمة، نعمة لا يعرفها حقا إلا من أدركها بعد فقدها أو من أبصرها عند وجودها. يعني اللي عرف الإيمان والقيمة دياله هو شخص عاش الكفر وعاش الجاهلية والضلال البعيد، ثم هداه الله إلى الإيمان فآمن، فيجد الفرق شاسعا بين مرحلة كفره وجاهليته وبين مرحلة إيمانه. ولذلك كان للصحابة رضوان الله عليهم شعور خاص ووجدان عظيم في القبض على الإيمان،
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فضحوا بأنفسهم من أجل إقامة الدين ونصرته، لأنهم يعلمون ما أدركوا بفضل الله، فقد عاشوا عدم الإيمان، عاشوا الظلمات حقا، عاشوا عصر الطاغوت حقا، عاشوا الجاهلية حقا، ثم بعد ذلك نقلهم الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور. لا يعرف النور حقا إلا من عاش الظلمات أو أبصر النور حينما أبصره فأدرك حقائقه، وذلك يكشفون يكشفه الله عز وجل لمن أخلص الدين لله، مخلصين له الدين حنفاء. فكل مؤمن أخلص الدين لله عز وجل وكان من العابدين بصره الله عز وجل بحقائق الإيمان، فيرى ما لم يرى قبله أو ما لا يرى غيره فيه، ويدرك سر النعمة التي في الإيمان. ويكفي بالإيمان نعمة لدى المؤمن، أنه يملأ قلبه سكينة وطمأنينة، هذا الراحة عجيبة يعيشها المؤمن، إما أنه يعيشها دائما أو على الأقل حينما يفزع إليها يجدها. شحال من واحد على غفلتين من دينه فتشتد به الشدائد حينا ويهرب إلى الإيمان، يهرب يفر إلى الله فيجد راحة وسكينة، لأن الله عز وجل يفتح دائما للفارين إليه ولا يغلق الباب دون أحد أبدا، ما دامت التوبة مفتوحة للمسلمين جميعا، وما دام الأوان لم يفت بعد عليها بشروطها الشرعية المعروفة. ولذلك المؤمن دائما يوجد الراحة في الإيمان ولو كان إيمانه من الضعف، ضعيف الإيمان دياله، بحيث إنه قد يتلبس بأي فساد وأي منكر، ولكن مع ذلك كي يكون فرق كبير بينه وبين الملحد. فاخترع المنكر لحقيقة الرب أو لحقيقة الإسلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فالمسلم في نعمة من ربه، وإنما الفرق في ذلك بين المؤمن الصالح والمسلم الطالح، الفرق بينهما هو الفرق بين الشاكر وغير الشاكر. الصالح أدرك النعمة وشكرها، والطالح وجد النعمة لكنه لم يشكرها. ولذلك فالمؤمن الصالح يكون أكثر طمأنينة وأكثر سكينة من الطالح. لما؟ لأن بشكره يزيده الله طمأنينة وسكينة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فشاكر النعمة والنعمة سكينة الإيمان يزيده من سكينة الإيمان وراحة البال وهدوء الخاطر والإقبال على الله عز وجل، إقبال الموقن في أنه يدرك الخير والرشد والصلاح، وأن ما عند الله له فيه الخير خير وأفضل مما عند غيره من أهل الدنيا وأهل الفتن. ولذلك هذه النعمة العظيمة التي تجعل المؤمن يشعر بالامتداد ولا يشعر بالضيق ولا بالحرج. امتداد، المؤمن ممتد بين ربه وبين وعده، هي قوله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجع، ممتد بين ربه إنا لله وبين وعده وإنا إليه راجعون، وهذا امتداد مليء بالأمل فسيح. فأما بينك وبين ربك فإيمانك بربك وانطلاقك من مبدأ الخالقية والربوبية يجعل قلبك في راحة من الوساوس العبثية المحيرة التي أتلفت كثيرا من الناس فخبلت عقولهم أو اضطرتهم إلى المخدرات والمشروبات الكحولية التي تدمر العقل والنفس والمجتمع. فإيمانك بالله يجعلك قارا مستقرا قرير العين، لأنك تعلم أنك مستند إلى من يملك خزائن السماوات والأرض. كاين الناس اللي عنده النشاط ديالو والراحة ديالو ملي يكون عارف باللي راه متكي في البنكة واحد العدد كبير ديال الملايين كيرتاح، وهو يرتاح إلى بيت شيد على قنطرة، والحمق هو اللي يبني الدار فوق القنطرة. أما المؤمن فهو يستند إلى مالك الدنيا وخزائنها جميعا، عارف بأنه ما يخصو حتى حاجة، لأنه مستند إلى الله الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى، وعالم وعارف بأنه ما يصلح حتى أذى
لأنه مستند إلى الله الحفيظ الذي يحفظه بالليل والنهار. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وتستريح راحة وطمأنينة وسكينة. تفزعك المصيبة أول الأمر، بشر صن ضعيف، ولكن بعد قليل فقط المؤمن يفهمها ويتكيف معها ويدخل في فضائها على أنه داخل تحت ظلال أسماء الله الحسنى التي تقتضي ما تقتضي من الابتلاء بالخير وبالشر، وأن الثابت في ذلك إنما هو الذي آمن بالله حقا وصدقا. فيجد المؤمن في البلاء راحة وسكينة كما يجده في البلاء بالنعمة. وكم من شخص كان ابتلاء الله له بالشدائد سبب نجاته من شدائد الدنيا قبل شدائد الآخرة. شيء عجيب في عقيدة الإسلام، في الإيمان بالله. شحال من خطرة الإنسان كيسحب نوره بالإيمان بالله في هذه المسألة أو تلك، صافي غادي يخرج على رسول، غادي يفضي مع رزقه، غادي يفضي مع صحته. فإذا به بطرق ذلك الباب والدخول فيه يخرج إلى باب النصر العريض، وإنما هو قول الله الصريح: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مش غير في الحرب العسكرية، بل في كل حروب الدنيا ذات التجليات من الفتن. هذه أيضا حروب، حروب النفس، حروب العادات والتقاليد، حروب الأعراف الفاسدة، حروب الضغوطات الاجتماعية، كلها طبق فيها القاعدة الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ابدأ بالنصر تجد جوابه حالا، وتجد الثبات، تجد الثبات حتى تتعجب من نفسك في نفسك، كتقول واش أنا فعلا قديت نصبر لهادي؟ لعجب ما مولفش نصبر، لأنك بدأت بالخير ونويت وظننت في ربك خيرا، فأراك الله منه عز وجل خيرا. نعمة، نعمة لا يعرفها إلا العارفون بالله، نعمة فعلا أنعمت عليه. تعبير القرآن فعلا بالنعمة شيء عجيب، راه رب العزة سبحانه ينبهنا أن هذا الكنز اللي أعطانا من الإيمان والقرآن والسنة والإسلام جملة راه نعمة، نعمة عظيمة. لو أن الناس عرفوها حقا، وخصوصا الشباب لو عرفوها حقا، والله ما ألقى أحد بنفسه إلى التهلكة. ما يمشيش يرمي راسه في البحر باش يقلب على الذي يأتي والذي لا يأتي، لو أدرك حقيقة هذه النعمة ولا بحث عن رزقه حيث يسره الله له، لأن الله عز وجل أنعم عليه به، ما عليه إلا أن يعقيد العزم على طلبه بالميسر، بالميسر والممكن. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولكن اهتزاز العقيدة، اهتزاز الإيمان بالله، ضعف الرسوخ في المعرفة بالله يجعل المرء يحرق نفسه بنفسه ويلقي بها إلى المهالك، مهالك الدنيا ومهالك الآخرة والعياذ بالله. أنعمت عليه. كان أحد الصالحين يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه من المتع لقاتلونا عليه بالسيوف. العارفون بالله، المربون، الأوائل، أهل الصلاح والإصلاح، حينما ذاقوا ما ذاقوا وعرفوا ما عرفوا من حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وجمال هذا الدين، تعجبوا كيف ذلك الإنسان ذي المال الكثير الوفير الذي يمكنه من فعل أي شيء لم يستطع أن يصل إلى أي شيء، وبقي يعيش حياته مضطربا شقيا في ضنك وتعب حتى مات. عذاب في الدنيا والعياذ بالله، وعذاب في الآخرة والعياذ بالله. أنعمت عليهم. الإيمان نعمة من الله إلى وعده، مجرد المعرفة بالله وحده سبحانه تكفيك وتغنيك عن أي معرفة أخرى. ولولا أن الله عز وجل حدث عباده عن الجنان والخيرات الحسان لكان يكفي الصالحين من هذه الأمة والعارفين أن يعرفوا الله عز وجل، وكفى بمعرفته نعمة. وذلك مذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث الرؤيا السعيدة كما وصفها السلف والعلماء قبل
رؤية الله عز وجل في الجنة هي في حد ذاتها هذه الرؤية نعمة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام يوما أصحابه وقال لهم إن في الجنة لسوقا، هما الصحابة كان عندهم السوق كسائر الناس، عندهم الأسواق ديالهم الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية، والعرب كانت لهم أسواق سنوية وأسبوعية أيضا ويومية أيضا. قال لهم إن في الجنة لسوقا، تهي فيها السوق ديالها. فتعجب الصحابة من ذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سوق الجنة يوم الجمعة. السوق في الدنيا يوم الجمعة ما عنده معنى، لأن يوم الجمعة هو سوق الجمع الصلاة، فجعل الله عز وجل سوق الجنة يوم الجمعة للذين يصلون الجمعة وللعابدين والمحبين والراضين المرضيين، جعل لهم سوق الجمعة تماما، كما جعل لتاركي الخمر في الدنيا أنهار الخمر في الجنة، وكما حرم ومنع شاربي الخمر في الدنيا من خمر الجنة. وهذه السوق ما فيها يقصدها المؤمنون من أهل الجنة طبعا كل جمعة فيرون ربهم. قالوا ليه الصحابة؟ يا رسول الله أنا أرى ربنا. كان هذيك الليلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم كانت الليلة بدرية القمر مدور. قال لهم أترون هذا البدر؟ هل تضامون في رؤيته شيئا؟ كتشوفوا هذا القمر هذا مدور غيب عليكم منه شي حاجة؟ السماء صحية والجو واضح والقمر في 14 أو 15 الرؤية ديالو خصك ليها مجهر ولا تمحن معها؟ قالوا ليه لا لا نضام في رؤيته شيء، كنشوفه واضح بحال محطوط حدنا. قال لهم فكذلك يوم القيامة ترون ربكم لا تضامون في رؤيته شيئا في الجنة. وكيف هذه الرؤية؟ الله عز وجل نور السماوات والأرض، وذلك النور حينما ينظر فيه المؤمنون تنعكس وجوههم نورا، كتشوف النور تنتكي يطلق النور في وجهك فيصبح وجهك وقد دخلت الجنة مستنيرا أكثر نورا وأكثر نورا. وقال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمال، واحد الريح شمالية. وش معنى ريح شمالية؟ ريح الشمال هذه كناية عربية، العرب من اللي كتبغي تعبر بشي حاجة لطيفة كتقول لها ريح الشمال، لأن الجزيرة العربية كانت فيها جوج أنواع ديال الريح، واحدة جنوبية وواحدة شمالية بحال احنا عندنا في المغرب، واحدة غربية واحدة شرقية. الشرقي الشرقي حر كيهلك الحرث والنسل، والغربي مزيان كيجيب الماء ويجيب المطر ويجيب النداء. هاد الأمور جغرافية، تا الجزيرة حتى هي أمور جغرافية. الشمال كتجي من البلاد الخضراء، بلاد الرافدين، ومن جهة الشام ومن جهة العراق كتجيهم باردة نادية. الجنوب كتجي من الصحراء والثلث الخليل الصحراء في اتجاه اليمن كتجي حارة، وهو قول امرئ القيس في معلقته لما نسجتها من جنوب وشمال، الآثار التي يتحدث عنها في الأطلال نسجتها وأثرت عليها وخاطت أطلالها وأشكالها ريح الشمال الشمال وريح الجنوب كتسمى الجنوب والأخرى الشمال. فريح الشمال كانت مزيانة لطيفة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فتهب ريح الشمال، ريح ندية طرية خفيفة ليست عاصفة ولا قاتلة. وهذه الريح تحمل تراب الأرض، وما تراب الأرض في الجنة؟ المسك، لأن سوق الجنة كلها تلال حل شي هضبة من مسك، مسك كلها جبال من تراب المسك، وتجي الريح تهز من ذاك التلال وتحثو على وجوه المؤمنين، كتبقى ترمي عليهم هذاك المسك في حوايجهم وفي وجوههم، فيجمعون بين النور وبين الطيب والأريج الزكي. المنظر جميل والريحة جميلة، فيروحون إلى أهليهم، كيرجعون عند نساهم في قصورهم في الجنة، غير كيشوفوهم الأهل ديالهم كيقولوا لهم والله لقد ازددتم جمالا، كيقولوا لهم عود الرجال ديالهم وأنتن والله لقد ازددتن جمالا. فيجعل الله عز وجل مقام أهل الجنة نورا في نور وجمالا على جمال. ولذلك قلت في بداية هذا الحديث لو لم يكن للمسلم من أمر الدين إلا معرفة الله عز وجل لكفى بها نعمة، هي نعمة في حد ذاتها أن تعرف مولاك الذي خلقك بجماله وجلاله، نعمة ممتدة بالمؤمن من الله إلى وعده. وأما وعده فاليوم الآخر
اليوم الآخر بجنته وناره وعد، كله وعد جميل. شحال من واحد يجيه البالو كيفاش النار وعد جميل، نعوذ بالله منها. الجنة واخا نعم وعد جميل، لأن الله جميل لا يصدر عنه إلا الجميل. إن الله جميل ويحب الجمال في الصحيح. أرأيت الآن حينما تقهر وتظلم ويغتصب منك حقك ولا تجد قاضيا عدلا يرفع عنك مظلمتك، أو محاميا عدلا يدفع عنك بصدق، أو إلى آخر، لا تجد. حينما لا تجد إلى من تلتجئ؟ إلى رب النار، إلى رب النار ورب العذاب الغليظ، يجعل ناره سبحانه عذابا لخصمك وبردا وسلاما عليك الآن في الدنيا وفي الآخرة. لولا عذاب الله لما ارتاح الآن المقهورون والمظلومون والمستضعفون. احنا مطمئنين غير لأن كاين عذاب الله موجود فهو رحمة، وإلا هذه الجرائم الممتدة عبر التاريخ، ويموت المذنبون بذنوبهم ويموت المظلومون بمظلمتهم. هكا نيت التاريخ ديال البشرية، ظلم في ظلم في ظلم، ولم يقتص. لولا العقيدة لما ارتاح أحد في الأرض ولكانت الأرض كلها فتن، ما تلقاش فيها لحظة واحدة من لحظات التاريخ مستقرة مطمئنة. الإيمان عنده دور عجيب في استقرار الأنفس، وإذا استقرت الأنفس استقرت البشرية. راه ما كاينش شي واحد اللي مخلي الناس مطمئنين بالقوة أبدا، الناس مطمئنون بإيمانهم وبعقيدتهم بأن وعد الله حق وبأن القصاص سيأتي. وإلا ليكون كان عندي اليقين في انعدام الآخرة، ما كان أمنش بالآخرة لا قدر الله، والله ما نجلس بلاصتي ونمشي نشد حقي بيدي. وكذلك كل شخص، هاد الشيء موجود في اللاشعور الاجتماعي للمجتمع، ما كيتقالش ولكن إحساس كين في الخلفية النفسية لدى الإنسان. الإيمان نعمة يجعلك تطمئن بقضاء الله وقدره وبوعده، إن وعد الله حق. الراحة المطلقة والسعادة العجيبة في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك كانت النار نعمة، هي نقمة على أعداء الله ونعمة للمؤمنين المظلومين المقهورين المسلوبين، نعمة. أما الجنة فحدث ولا حرج، هذه النعمة بالقصد الأول. فالمؤمن إذن ينعم بالإيمان، ينعم بالإيمان ممتدا، يعني ذيك النعمة ممتدة من الله إلى وعده. إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا قيلت في سياق المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وخصو يبرد على قلبه مصيبة. باش كيبرد؟ كيبرد بهذه العقيدة، هو يعرف الله. إنا لله أي نحن من الله وإليه سبحانه نعود، هو ربنا الجميل الجليل ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرب العظيم ذو السعة. وإليه راجعون إلى وعده وخيره وفضله الحق الذي لا يخلف. هذه الجملة هذه إن لله وإن إليه راجعون هي العلاج البلسم الشافي القاطع لكل شك ولكل ريب، إذا أدرك المؤمن حقيقتها وقالها فذلك خير دواء وبلسم قاطع للداء، لو قاله المؤمن حين يقوله متدبرا، يعيش معها شوية، يحاول يشعر بها ولا ينطقها لفظة جافة فارغة من إحساسه بها. من اللي يخرج الكلمة هو لا يشعر بها لا يكون لها أثر، لأنها لا تنطق عن حقيقتها، وإنما النطق بها عن حقيقتها النطق بها إيمانا ووجدانا وإحسانا، حينئذ تؤتي ثمارها بإذن ربها. وإذا ما لقيت ذلك في اللحظة الأولى قله في الثانية وقله في الثالثة حتى تجده، ولا تجدنه بإذن الله، لأن الله جعله فيها، يعني الدواء جعله فيها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات في ديك الساعة من ربهم ورحمة، وصلاة الله على عباده سكينته ومغفرته ورحمته النازلة عليهم. ما نزلت أنت لم تقل، قل تكن بإذن الله عز وجل. نعمة فعلا، الإيمان نعمة. كلما تأملته وتأملت قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجدته أنه نعمة لا تضاهى، وهو نعمة أيضا
من حيث إن الله عز وجل حافظ لك دينك، حافظه ولم يوكل أحدا لذلك، بل جعله منوطا به عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر، هو عز وجل أنزل القرآن ونزله تنزيلا، وهو وحده دون سواه تكفل بحفظه. شيء عجيب. تخيلوا العكس، أرأيت لو أن الله لم يحفظ القرآن ألم يكن ممكنا أن يقع لو أراد الله؟ طبعا، وهو لم يحفظ كتبه السابقة سبحانه، ابتلى بني إسرائيل من اليهود والنصارى بحفظها، قال لهم نزلتها لكم ولكن ضب الرسل راكم مسؤولين عليها، فكانوا أسرع إلى تدميرها وتخريبها، ما تعدد شيء جيل واحد حتى جاء الجيل اللاحق لا يعرف منها شيئا، مشات ضيعها كهنة بني إسرائيل. التوراة والإنجيل حال بحال، لحظة واحدة مشات. ولذلك جعل فيهم الأنبياء الكثيرين لتجديد الإنجيل ولتجديد التوراة. ثم جاء القرآن الكريم منزلا من عند الله ومحفوظا من عند الله، ورحم هذه الأمة بأن رافع عنها مهمة الحفظ. شحال واحد يقول لك لا واهل المسلمين سيدي واجب عليهم يحفظوا القرآن ديالهم، لسنا مكلفين بذلك، بل ما بال الأمة تحفظ الكتاب وتطبعه وتستظهره، ماشي من أجل أن يحفظ الكتاب من الضياع، لا، من أجل أن تحفظ هي من الضياع، لأن الحفظ متجه بالقصد الأول إلى الكتاب، فإن أنت حفظت المحفوظة حفظت بحفظه، أنت اللي كتستفد ماشي الكتاب. القرآن محفوظ، محفوظ من عند رب العالمين، إن أنت دافعت عنه وجاهدت لإقامته في الأرض الله يحفظك. لما؟ بنور حفظه للكتاب. الحفظ المتجه من الله إلى القرآن يصيبك منه فضل، فضل الخادم. أنت خادم للقرآن، إذن أنت خادم للمحفوظ، الخادم للمحفوظ محفوظ. ولذلك الأمة تحفظ لحفظها الكتاب، أما الكتاب ماشي سوقك، حفظ غير رأسك، أن تحفظ نفسك لك طريق واحد، هو أن تسهم وتشارك في حفظ الكتاب حتى يحفظك الله عز وجل في نفسك وفي أسرتك، ويحفظ الأمة من حولك إن ساعدتها على ذلك. أما الحفظ الغيبي يعني بقاء الكتاب فهذا ماشي شغلنا، هذا موكول برب العالمين وكله بنفسه ولم يتركه لأحد من عباده، وإنما كل جيل يفعل من ذلك ما يحفظ به نفسه ويبرئ ذمته. لو أن جيل الصحابة ما حفظوا الكتاب أول ما قاموا بحفظه، لأن الحفظ ما يمشيش بل الحفاظة زعما الاستظهار، هذا واحد على 100 أو على 1000 ديال المعاني ديال الحفظ، فتطبيق الحلال والحرام حفظ، احفظ الله يحفظك، ماشي تحفظه يعني تعرضه، ما يمكن، وإنما حفظ الله أن تحفظ حدوده تحليلا وتحريما، إيجابا وندبا، كراهة وإباحة، وهكذا التزام حدود الله عز وجل، هذا الحفظ. يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ مش يحفظ بزاف، وإنما حفيظ أمين، ما كيضيعش، لا يخون، ما يأخذش الرشوة، ما يعطيش الرشوة، حفيظ. فحفظ الكتاب هو هذا، إذا حفظت الأمة الكتاب أي أقامت حدوده فيها حفظها الله بحفظه عز وجل الكتاب. وحفظ الله للكتاب هو حفظ غيب، ما يضيعش منه حرف، ما يتزادش فيه حرف، هذا ماشي شغلنا احنا، هذا الله أخذه على نفسه، ولكن كلفك أنت بنوع آخر من الحفظ، أن تحفظ نفسك بحفظ حدود الله وكتابه منطوقه ومفهومه. فكانت نعمته علينا أن رفع عنا حفظ الكتاب، هذه المهمة درها هو سبحانه وتعالى، خفف عنا، وابتلى بني إسرائيل بحفظ كتابها، ها هو نزل منك ليه؟ قابلوه مشالك ضب الرسك، احنا ما قلنا هكا، ها هو نزل واتهنى طمأن، راني حاضيه ما غاديش يتلف منه حرف، ولكن انت رد بالك غادي نحاسبك عليه اش درت به. فكانت المهمة على النصف من مهمة بني إسرائيل، وكان الأجر على الضعف من بني إسرائيل، نعمة ما أوتيتها أمة من الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هدوك ولا هدوك. ثم بعد ذلك وأخيرا أنعم الله عز وجل على الأمة بالوعد النصر، النصر، إن تنصروا الله ينصركم.
كلما قمت وحملت أمانة الرسالة، رسالة القرآن، تعمل بها وتدعو إليها، كان الله لك نصيرا ولعدوك خصيما يوم القيامة. عجيب، عجيب أمر عبد الله وكيله ومحاميه، وأما خصمه فالله خصيمه وعدوه، يكون إذن منصورا، يكون إذن منصورا غالبا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كن عبدا لله، كن عبدا لله يكون سلطان الله كله لك. عجيب، هذه أيضا نعمة لا تقدر بثمن، اطمئنان الإيمان ويسر العمل وحفظ الدين، وإنما يسر العمل من حفظ الدين، ثم بعد ذلك عزة الإيمان، عزة الإيمان. وقد ابتليت بنو إسرائيل قبل ذلك بالذلة، ولو أعز المسلمون اليوم دينهم لأعزهم الله. ويا للعمى فعلا حينما تكون حقائق القرآن واضحة ساطعة قاطعة، فيعمى العمون مع الأسف من المسلمين ويبتغون العزة عند غيره، يا بأسهم إذن ويا ذلهم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.